طيب تعالوا مع حضراتكم نروح ونشوف من خلال المحترف الصحف العالمية قالت ايه عن فوز المنتخب المصري على المنتخب المغربي والوصول للدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية. يلا نبدأ جولتنا بصحيفة المنتخب المغربية. كتبت الصحيفة على غلافها بالبنت العريض يعني الفرانة حنطونة، يعني ركزت الصحيفة على كمال المدير الفني لمنتخب المغربي وحيد خليلوفيتش، وكتبت وحيد العنيد بإفلاس جديد. طبعا لا يحتاج للتأكيد، ده كان صحيفة، يمكن كان طبعا الأمور كانت هناك صعبة جدا في المغرب، ما كانوش متوقعين أو نقدر نقول أن المنتخب المصري قدم مفاجأة كبيرة بالأداء والنتيجة والعودة تاني للمباراة بشكل أكتر من رائع. وزي ما بقول لحضراتكم هم كمان من خلال الصحف المغربية بيقولوا أن المنتخب المغربي ظهر بشكل غير جيد وظهر برعونة في الأداء، وكمان ما حفز ده اللي كمان حفز الفراعنة على الانتفاضة وقلب النتيجة والريمونتادا والفوز بنتيجة 2-1. على مستوى انجلترا، على مستوى الميرور الانجليزية اللي قالت النهاردة محمد صلاح وساديو ماني يلهمان مصر والسنغال ويصعدان لنصف نهائي أمم أفريقيا. أشارت ميرور ان طبعا الثنائي بنتكلم على محمد صلاح وساديو ماني ساعدوا منتخباتهم بشكل كبير جدا جدا في التأهل الى المباراه نصف النهائيه. اكسبريس البريطانيه، موقع اكسبريس البريطاني النهارده وصف محمد صلاح ببطل مصر طبعا بعد ما قاد المنتخب الوطني من التحول من الخساره الى الفوز على المنتخب المغربي والفوز 2-1 والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا. كمان الجارديان، صحيفة الجارديان كمان الإنجليزية أشادت بالفرعون المصري محمد صلاح مؤكدة أنه صنع الفارق ليقود المنتخب الوطني للعودة من التأخر 1-0 إلى الفوز 2-1، ووضع طبعا كمان صورة تريزيجيه وهو بيحتفل مع صلاح زي ما شفنا مع حضراتكم. كمان هذه الصورة منقولة للصحف العالمية وظهرتها طبعا هذه الصحيفة بشكل جميل، ومع صلاح وتريزيجيه، وطبعا تريزيجيه بيلمع طبعا حذاء محمد صلاح، يعني احتفالا بمحمد صلاح بالأداء اللي بيأديه والأسيست الأكثر من رائع اللي عمله لتريزيجيه. طيب الديلي ميل الإنجليزية كمان في عنوان تقريرها عن اللقاء بتقول ما بين قوسين محمد صلاح يقود الفراعنة لنصف نهائي كأس أمم أفريقية بهدف وتمريرة حاسمة، وتريزيجيه بيسجل في الوقت الإضافي بعد تقدم المغرب بركلة جزاء سفيان بوفال. زي ما بقول لحضراتكم المتابعة على مستوى حتى الصحافة العالمية يعني متابعة كبيرة جدا جدا، وده كمان بيأكد أن البطولة الأفريقية من البطولات الكبيرة على مستوى العالم مش على مستوى أفريقيا بس. البطولة السنة دي بطولة مميزة جدا، بطولة بتقول ان الفرق الافريقية خلاص الفوارق ما بقتش كبيرة صدقوني. مين يقول ان المنتخب الجزائري حامل اللقب بيغادر من الدور المجموعات؟ مين قال ان المنتخب الغاني بيغادر؟ مين قال ان المنتخب، بنتكلم على منتخب تونس بيغادر، بنتكلم على منتخبات على مستوى جزر القمر، على مستوى سيراليون، بنتكلم على منتخبات على مستوى غينيا الاستوائية، بنتكلم على منتخبات يمكن بعض الناس كانت خلاص بتفتكر الفوارق بعيدة، لا خلاص البطولة دي بتأكد ان الفوارق ما بين المنتخبات اصبحت قليلة. اللي هيعمل الفارق دوت اولا مجهودك في الملعب، خلاص احنا بنتكلم على التاريخ، التاريخ ده من زمان، تأكد تاريخك ازاي؟ من خلال روح قتالية، من خلال التزام، من خلال قدرة كبيرة جدا جدا انك توصل للمنافس اللي امامك ان احنا ابطال. ده اللي ان شاء الله بإذن الله عايزين نشوفه في مباراة الكاميرون، عايزين نشوف نسخة من القتال في مباراة ساحل العاج، نسخة من الالتزام والقتال والروح القتالية من أول دقيقة لغاية الدقيقة 120. إن شاء الله نحسم الأمور أمام المنتخب الكاميروني إن شاء الله بإذن الله في الوقت الأصلي للمباراة. مفيش شك إن إحنا عندنا مشوار طويل جدا، لكن بإذن الله هذا المشوار بإذن الله يقودنا إلى التمنى ونرجع بالكاس التمنى لبلدنا العزيزة.